والمرسي ابو العباس اللي اقول لك حكايته. طب مين بقى المرسي ابو العباس؟ بص يا سيدي، اسمه اصلا شهاب الدين ابو العباس، اتولد في مدينه مرسيه في الاندلس، وده سر تسميته بالمرسي اللي هي دلوقتي اسبانيا. كان تاجر ابن تاجر معروف بالورع الديني، قدوه لتجار عصره، لحد ما نوى هو وعيلته كلها الحج لبيت الله الحرام. ركبوا البحر من الجزائر وعلى شواطئ تونس تيجي رياح قويه تقلب المركب بتاعه وتغرق عيلته كلها، الا ان العنايه الالهيه تدرك ابو العباس واخوه علشان نضرب بيهم المثل في الامانه لحد الوقت. يقرروا الاقامه في تونس ويتعرف على اشهر مدرسين ويهاجر معاه لمصر، تحديد مدينه الاسكندريه، الشيخ الصوفي ابو الحسن الشاذلي اللي علمه علوم الدنيا والدين، ودشهت البلد على ايديهم تطور التجاره ورفعت الدين. وهي دي حكايه المرسي ابو العباس اللي بنحلف بيه لحد دلوقتي. اشتركوا في قناتنا على يوتيوب، دعم لينا كبير. شكرا لكم، السلام عليكم.